متى نصغي إلى عقلائنا وإلى علمائنا وإلى الذين يستنبطون الأمور ويعرفونها ويقدرونها حق قدرها؟ لا أدري. متى إلى متى يلعب بنا كأطفال ليس لنا عقول وليس لنا نظر إلى المآلات وليس لنا معرفة بالمقدمات التي توصل إلى نتائجها؟ إلى متى نبقى إلى أن يردنا الحائط وتدمى جباهنا ونفقد أرواحنا ونفقد أمننا ونفقد استقرارنا وأنفسنا وأموالنا وهناءنا؟ إلى متى نحرك كالدماء لا نصغي إلى عقلائنا ولا إلى علمائنا بل نسخر منهم؟ فإذا ما أصابنا ما حذرنا منه من عقلائنا وعلمائنا ومن نور الله الذي يقذفه في قلوبهم حتى كأنهم ينظرون إلى ما سيحدث نظر العين، ربما أفقنا قليلا ثم نعود إلى سباتنا وغفلتنا. وكما قال ربي: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. متى نضحك منا الأعداء والأصدقاء؟ متى نعمل للأسف الشديد لصالح عدونا، لصالح عدونا لا لصالحنا؟ متى نقدم المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية؟ متى نقدم ديننا وإسلامنا على أهوائنا وعلى حياتنا؟ والمرجع في ذلك إلى العلماء الذين قال الله فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لما انخدع السطحيون، أكبر مشكلة هي من السطحيين، وإن حملوا الدكتوراه وأعلى منها درجة أو أعلى منها درجة، ما دام تفكيره سطحيا ظاهريا كما قال ربي: يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من القول، ظاهرا من القول. لما قال السطحيون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال ربي: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صبر، صبر في ساعة تنجلي أو ينجلي الليل كله، صبر ساعة، صبر يوم، صبر أسبوع، صبر شهر، صبر سنة، مهما طالت فهي قصيرة. لما آل العلم نظروا إلى المآلات لا إلى النظرة السطحية لم يندموا، أصحاب النظرة السطحية ندموا، ندموا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وقرئت لخسف بنا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا أو لخسف بنا. سبحان الله، آل العلم لم يندموا، وندم السطحيون. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكننا نتخذ علماءنا سخرية، وماذا ولا يفهمون، وهذه سياسة لا يفهمونها. الله يبصر،
الله سبحانه وتعالى يبصر عباده، يبصر المؤمنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.